حقك حلمي يا أجمل خصالي بالأمل والأمن والنفس الرضية كم عطشنا في لواه برمالي وارتوينا فيك يا الله عطية عطية كايدة يا المعالي كايدة يا المعالي أول الوقت وتالي اكتبي يا الليالي وسطري بالغلم يا مطوعين الصعايب يا منوخين الركايب فعلكم في الحرايب لطامة العايل نعم ملبوسنا ثوب الحشيمة وعقالنا رزة وغيمة يا قطرنا يا الكريمة مليون مرة والنعم بلابة مفيع اعتزينا بلابة مفيع اعتزينا وحقنا الوافي خذينا اعتلى الصرح علينا وارتفع فوق العلم وحنا لا منا حربنا وقفت صفت عربنا دون حق يا بلدنا احنا هدينا الصنم. مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين، حياكم الله معانا في حلقة جديدة من برنامج الدوحة في أيامنا الوطنية. نحتفل هذه الأيام بأيامنا الوطنية وبدأت الاحتفالات منذ يومين، ونحن ما زلنا معكم في هذا البرنامج. في كل ليلة نحتفي بمبدع قطري متألق. البداية اسمحوا لي ارحب زميلي علي المسلماني، الله يمسكه. نايف المسلماني، ما راح تبعد نايف المسلماني. علي منك انت تفرق بينهم. سهل الله بالخير. الله يمسك بالنور والسعاده وصحه لسانك. كبتات شلونك؟ طيب ابشرك. طيب. الحمد لله امورك زينه؟ لا زينه ان شاء الله. مساك الله بالخير يا ابو محمد. يا مرحبا ومسهلا ابو مشعل، معاك نايف المري هذاك علي المسلماني. امسي عليك بالخير وامسي على العمالقه المتواجدين جنبك وضيفك اللي بيكون مفاجاه حلقتنا الليله، وايضا امسي على المشاهدين من خلف الشاشه. امانه انا سمعت قبل شوي معزوفه، واتمنى من اخوي ناصر سهيم يكون اول معزوفه يسمعنا لها الليله. هذه المعزوفه اللي سمعتها قبل شوي. متى سمعتها؟ قبل شوي بالبروفه صراحة. كانت عجيبة ودخلنا في جو ثاني. أيضا مشاهدين الكرام، حنا في انتظاركم، انتظار مشاركتكم في مسابقة بر وبحر على هواتف برنامجنا 4-4-3-3-3-4-4-4، واللي بيشارك معانا يفوز له جائزة قيمتها 2000 ريال، وفي انتظاركم وفالكم التوفيق. بيض الله وجهك يا أبو محمد. سعد الشروقي مساك الله بالخير. مساك الله بالخير والنور. شلون مسيت؟ بارك الله فيك. عساك طيب. الحمد لله. اشوف حضن لك كتاب يا اخوك الليله. هاي كتاب الله يرحمه عبد العزيز ناصر اللي بنحتفي الليله به ان شاء الله باذن الله. يستاهل مسعود الله يغفر له. هاي من تاليف الدكتور احمد عبد الملك. هذه هديه جايبها حق من؟ لك. اشو لي انا؟ اي لك. بيض الله وجهك. بس, بس 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 بقول لك تفضل ومشاري. لا خلي كتاب الحين عندك بس. الله يخليك. النوته لا تنسى، عطني اياها. نوته؟ ايه نوته. الدفتر اللي في النوت هاي مسوده. اي مسوده. ابيض لك اياها ان شاء الله. الله يبيض وجهك ويعطيك اياها. بيض الله وجهك. سلم. بيض الله وجهك. المبدع. هلا. الممثل. سلمك. المذيع. يعافيك. المعد. يخليك. المقدم. يبارك فيك. الناجح. يا بعد شبدي انت. جزاك الله بالخير. تسلم. ربي الاجيال. الله يخليك. تسلم. تحيا سمسم. ما عليك زود. انت اشتغلت في تحيا سمسم صح؟ اي نعم. انا ما قلت لك انه مولود في سنة. انا كنت الولد الصغير اللي كان يطلع. مع من؟ في برنامج التوب. مع ملسون انت؟ مع ملسون ومع عبد الله. عبد الله. كنت اطلع وياهم انا.
أنا كنت في الحضانة ذيك الساعة. أيوة شفتك أنا كنت تصفق بمشارع أنا وقتها وين كنت؟ الله يعطيك العافية. الله يعافيك. ونرحب طبعا بأستاذ ناصر زهيم مساك الله بالخير. الله يسعد مساك بالخير والعافية. يلا الماستر الله يحييك يسعد مساك. طبعا ومفاجأتنا الليلة الفنان الحاضر الغايب اسميك من مات عبد العزيز الله يغفر له وسعد حمد غايب مساك الله بالخير يا ابو حمد. الله يمسيك بالرضا والطيب هديتك. انا سعيد والله بلمتكم هذه من بين هالمشاهير. اي والله اخواني الاستاذ سعد الشروقي والاستاذ الكبير غازي حسين واخونا المسلماني والفنان الواعد اللي انا احبه وايد والله اخوي ناصر سهيم. اي والله وفي وجودك انا جدا جدا سعيد. وينك حبيبي؟ انا والله مع هالدنيا هذا الله يكفينا ويكفيك الشر لكن الحمد لله غايب عن الساحه ازمات يا اخوي. من توفى عبد العزيز ناصر وانت مختفي؟ لا والله انا من قبل يعني من قبل عبد العزيز ناصر الله يرحمه ويحله يعني المدرسه الجنه ان شاء الله. من قبل عبد العزيز ناصر وانا يعني مريت بظروف صحيح ما تخفى عليك ولا تخفى على اتذكرها وفاتهم عبد الله اي الله يرحمها ويغفر لها وفاتهم عبد الله وفات والدتي وفات اخوي يعني ازمات صدق بعيده لكن تمت متراكمه علي في النفس. اي والله متراكمه. لا الحمد لله امورك طيبه ان شاء الله. الحمد لله ومتشرف والله احب اوجه الله شكر وبيح الله يرحمهم كلهم يغفر لهم. فرحتنا باليوم الوطني طبعا اسعدنا ايضا وجودك. الله يسلمك واحب بس استغل الفرصه كلامك على متمه بس عشان ما انسى والله احب اشكر اخوي الملحن القدير الاستاذ مطر علي الكواري والاستاذ القدير محمد عبد الله المرزوقي واجتهادات اخوي تيسير عبد الله على وانا برا دائما يعني حريصين ان انا اكون متواجد مع اخواني الفنانين القطريين حريصين على كل فنان مو على سعد حريصين ان كل فنان قطري يكون موجود لكن على ظروفه وعلى يعني كثير من الدعوات انا كنت يعني اعتذر منها قصبا عني بس هم مقدرين يعني اوجه لهم الشكر على اهتمامهم واعتنائهم بالفنان القطري. والله الله يطول الله يسلمك سعد تستاهل تستاهل يا ايمن. الله يسلمك الله يعطيك العافيه. الله يسلمك. ارتبطت في السنوات الاخيره من عمر الفنان عبد العزيز ناصر ارتباط شديد وهو حقيقه تبناك بطريقه جميله وكنت انا لما ازوركم في المراقبه نعم كنت ألاقيكم متواجد نعم. دائما أسألك سعد إيش عندك أنت هنا؟ لا والله أنا أمر على أبو ناصر أمر صح. على أبو ناصر صح. نبي تكلمنا عن هالرحلة اللي بينك وبين عبد العزيز ناصر وللأمانة حتى عبد العزيز ناصر لما طرح لك عدد من الأغاني إحنا تفاجأنا بصوت سعد حمد قبل عبد العزيز ناصر وصوت حمد بعد عبد العزيز صحيح ناصر. صحيح احنا طبعا نتكلم عن العلاقه واحاول اني اختصر الموضوع لان الموضوع طول شرحه. انا رحمه الله عليه ابو ناصر كانت معرفتي به من خلال دعوه لايجاز صوتي في مراقبه الموسيقى بعده اشخاص منهم ناصر الخال عنبر مبارك رحمه الله عليه حسن علي حسن علي منهم كان ضيف اللي هو الاستاذ تيسير عبد الله كان موجود في اللجنه بعد اي نعم موجود سبع صنايع ما شاء الله ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه غلص بكل مكان اي غلص ها اي نعم في اللجنه هذه طبعا اجزت كفنان قطري وطبعا الشيء الاهم ان اقتناع عبد العزيز ناصر بصوتي او ان انا موهبه ما جاء بالسهوله ولا جاء بين يوم وليله حتى بعد اللجنه. انا تميت سنوات صحيح تميت سنوات طويله لحد ابو ناصر ما سمعني في شغلات معينه وقرب مني عقب اقر ان يقدم لي يعني ابو ناصر مش من اول ما عرف ان انا اغني ويسمع صوتي زين لكن لا هو اقر انه هو عشان يقدم لازم له وجهة نظر خاصة. ف
فكان في فترة طويلة لين صار في اقتناع، تقربنا من بعض. القرب بيني وبين أبو ناصر كان عن طريق الألحان، لكن أمانة لما تسأل سعد تقول لي أنت إيش أثر فيك في أبو ناصر؟ ألحان؟ لا، أبو ناصر غني عن إن سعد يتكلم عنه في ألحانه، ولا يعني الكل غني عن التعريف، لكن أبو ناصر أكثر ما أثر فيني أنا أبو ناصر الإنسان، صح، أبو ناصر المثقف الخلوق، أبو ناصر اللي أنا أعجز إني أوصفه في يعني في كلمات معينة ممكن إن أنا أقول عنها. أبو ناصر شيء كبير في حياتي أنا، لو المجال يسمح أنا أقول يعني يمكن كلمة، آسف إن ما أبغي أطيل في الموضوع، خفوف في الموضوع أنا، لكن لازم أتكلم في النقطة هذه. أنا طبعاً والدي تركنا وإحنا أطفال، وعشنا في كنف والدتي فترة طويلة، هي اللي كانت الأم والأب والأخ، ربتنا على كل شيء لحد يعني قبل لا تغيب بسنتين ثلاث سنين كان أبو ناصر متواجد في حياتي. والله إني ما أزل إني أنا شفت في أبو ناصر الأخ الكبير والأب، وفي عاطفة من عاطفة أمي، خوفها، قلقها، حبها. ما أقدر أوصف لك بناصر شنو هو لي، يعني قدر يرسم لي صورة بعيد عن موضوع الفن. هو فنان عظيم جدا، صحيح، لكن والله مو بذي اللي أنا أثر فيني كثر، يعني أنا متأثر في عبد العزيز ناصر الإنسان أكثر من الفنان. يمكن أنت تشوف لحد الآن أنا مو بقادر أنساه، مو بقادر يعني تلاحظني في اليوم اللي غاب فيه، والله العظيم عفوي، يعني تحصلني أجهز شيء، أقدم شيء، أكتب شيء من خاطري بحب، ما في إعداد مسبق، والله العظيم تحصلني يوم الخميس أنا قاعد أجهز إني أنزل فقرة عنه أذكر محاسنه، وبعجز لين أنتهي من الدنيا هذه ما أقدر أوصف عبد العزيز ناصر شيء يكون. عبد العزيز ناصر شيء عظيم بالفعل، إنسان صج مر في حياة قطر، الله يرحمه، والله ما يتكرر نسمة. ناصر ما يتكرر نسمة. ما يتكرر نسمة. والله يا أبو مشعل يعني ما يتكرر الفن مو بسعد اللي يشرحها، صح، ولا سعد اللي تكلم عنه، تكلم عنه أعماله، يتكلمون عنه الناس القراب منه على أساس نفتح مداركك. أيوة. ونفتح جزاك الله خير، كلهم حقيقة، وعلى هذا يعني الصراحة هذا التقديم الجيد لفنان يستاهل. خلي نشوف، لأن الليلة احتفاليتنا الفنان الكبير عبد العزيز ناصر، خلي نشوف التقرير عن عبد العزيز ناصر والرد ونتكلم. أنموذج في الإبداع، قطري الهوية والهوى، ومؤسس للموسيقى القطرية الفذة التي ستتوارثها الأجيال، إنه الموسيقار الراحل عبد العزيز ناصر. ولد عبد العزيز ناصر العبيدان الفخر عام 1952، وبدأت توجهاته الفنية بالبروز في مرحلة الإعدادية، وفي تلك الفترة كان يقتصد من ماله لشراء آلة موسيقية وهي الكمان، التي تعلم العزف عليها على الرغم من رفض والده حينها. وبين جنبات حي الجسرة الثقافي أسس عبد العزيز ناصر عام 1966 فرقة الأضواء، وهي أول فرقة فنية للمسرح والموسيقى، والتي كان لها الفضل في بروز مواهب عدة في مجال الغناء والمسرح، ودور هام في تأسيس مراقبة الموسيقى والغناء في إذاعة قطر عام 1968. وبهدف دراسة الموسيقى والتوغل في جذورها، توجه عبد العزيز ناصر إلى القاهرة عام 1973، وتخرج من المعهد العالي للموسيقى العربية بتقدير امتياز عام 1977. ولأن التراث القطري كان همه الأول، قام بتوثيق وتسجيل بعض الأعمال التراثية في استوديوهات القاهرة مثل القرنقعو
والعايده وام الحنايا. ارتبطت بالبحر كعاشق، لان علاقتي بالبحر هي نفس علاقتي بالانسان الخليجي الاول الذي اورثنا الكرامه وعلمنا عشق الوطن. احب عبد العزيز ناصر قطر، وكان يعتقد بان الاغنيه الوطنيه مثل الوطن، والموسيقى خالده بخلوده، لذلك بقي دوره خالدا من خلال النشيد الوطني القطري وعيشي يا قطر والله يا عمري قطر وغيرها. وبعد أن أكمل مشروعه الفني على مستوى الأغنية القطرية، اتجه عبد العزيز ناصر نحو الأعمال الإنسانية، كما التفت إلى قضايا الإنسان العربي، فكانت مرحبا يا عراق وآه يا بيروت وأولاد القدس ومدينة الأحزان ويا قدس. خلال مشواره الفني الحافل بالنجاحات، تعاون عبد العزيز ناصر مع أهم الشعراء وأبرز نجوم العالم العربي، كما حصل على العديد من الجوائز والأوسمة وشهادات التقدير من داخل قطر وخارجها، وذلك تقديراً لنبع عطائه الفني الذي لم يولد لينضب. لا أظنني بلغت من العمر أرذلة ولا من العطاء ذروته، 30 عاما تقريبا من العطاء، ما أحسبها إلا خطوة أولى على طريق 1000 ميل. يوم الجمعة 22 يوليو 2016 فقدت الساحتان الثقافية والفنية في دولة قطر والوطن العربي واحدا من أهم المبدعين العرب. وتخليدا لذكره، تم إطلاق اسمه على مسرح الريان في سوق واقف ليصبح مسرح عبد العزيز ناصر. قطر 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 يا ديرتي قطر، قطر 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 يا قطر، قطر 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 يا ديرتي قطر، قطر 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 يا قطر. عبد العزيز ناصر العلامة الفارقة في الإبداع الموسيقي القطري، رحل عن عالمنا تاركاً إرثاً فنياً لا ينسى، وسيبقى خالداً في وجدان المجتمع القطري وأبنائه مع كل عزف للسلام الوطني في كل وقت وحين. قسماً 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 بمن رفع السماء، قسماً بمن نشر الضياء، رحم الله الفنان عبد العزيز ناصر، هذا الإنسان الراعي الراغي والجميل اللي عرفناه واستمتعنا معاه في جلساته، في فنه، في ذوقه، في أخلاقه، وأيضا في كرمه. الله يرحم عبد العزيز. الله يرحمه. ابو بشاري، انا ما اقدر اتكلم عن عبد العزيز ناصر وايد، انت تقدر تقول لي ما كان ما يعني ايش اللي كان يشكل لكم عبد العزيز ناصر؟ عبد العزيز ناصر ما يكفي لا حلقه ولا حلقتين الكلام عنه ولا عن اعماله ولا عن موقعه في قلوبنا. عبد العزيز ناصر قامه موسيقيه، عبد العزيز ناصر قطر، يوحي لنا كلنا بقطر وبالولد بالبلد بالوطن بالأرض بالتراب والتراث والتراث وكل يعني الثقافة القطرية. عبد العزيز ناصر مثلها وبينها لنا في هالموسيقى وفي هالأغاني. خل هذا على جانب، مثل ما قال الأخ سعد، مثل ما قال الأخلاق، التعامل مع كل كائن حي
وليس مع الإنسان. يقول لا تدوس على العشب. أي والله، لأن العشب حي. صح، شفت مثلا يعني الله. إنسان مثل هذا الإنسان يكفي حلقة واحدة نتكلم عنه؟ لا، حلقات برامج. هذا كتاب، هذا واحد من الكتب متكلمون عنه. بعد في كتب نسخ كتب أخرى بعد تكلمون، كتاب كتب واحد. أستاذ غازي، شلي يحضرك؟ شلي يحضرني؟ شلي طرع عليك؟ شلي طرع عليك وأنت تشوف التقرير؟ أنت عايش معاه، الله يغفر له ويرحمه، عبد العزيز ناصر، رمز من رموز قطر، هذا لا شك فيه. قدم لقطر وللفن القطري وللتراث القطري وللجيل من الشباب اللي طلعوا وتعلموا على يده، واللي يعني كل ما تلتفت تلقى له بصمة. أمس نتكلم عن ناصر صالح، صحيح، له تاريخ وبصمة. اليوم سعد اتكلم بمشاعر وذكريات جميلة ومواقف وياه إنسانية. لا تنسى أبو ناظم أن أول من أسس فرقة الأضواء في قطر، أول فرقة فنية، قبل إنشاء الإذاعة، قبل الإذاعة، من يوم هو صغير، يعني شلون شاب صغير أنشأ فرقة الأضواء وجمع الشباب في ذيك الفترة، ويقود المبادرة ويشكل ويسوي بدون علم أهلها. هاي الكلمة اللي بغيتها، أنه عاند كل الظروف اللي عاند كل اللي واجهته في سبيل أنه يبدع ويظهر فنه، يعني ويأسس شيء ومن جيبه، من جيبنا يعني. وكان لا، وكان وفرقة الأضواء ما كانت بس ثقافة وفن وتمثيل، تمثيل وشاركة في الأفراح، في المشاركة في الأعراس والمناسبات الوطنية، وبالمجان يروحون الأعراس ويروحون ويقدمون مسرحيات ويقدمون أعمال، كلها كانت صحيح يعني صحيح أعمال صحيح فردية. وكان اللي وراها كله هذا الشاب الخجول اللي يتوارى عن الأنظار دائما، اللي هو كله متداري، ايه، وطلوعه بسيط يعني، حتى مقابلاته وظهوره نادر انه يتكلم في اذاعه او تلفزيون او صحافه، كان نادر جدا جدا جدا. وانت بو ناظم عايشته وكنت غريب منه، لان مكتبك كان غريب من مكتبك. كنا في نفس المبنى قسم الاذاعه الشعبيه ومراقبه الموسيقى والغناء، كنا ومع الاف ام وذي، كنا في مبنى واحد، صحيح، فكنا نلتقي شبه يومي يعني بكل الفنانين والموسيقيين الموظفين في هذا القسم والزوار اللي يجون، والمسجد كان ورا مكتبي. صح، فلما اي وقت الصلاه كلهم يمرون علي، ندش المسجد، اقول المسجد اللي له خاطر يقعد في مكتبي، نتقهوى ونسولف كذي، او نروح عنده في المكتب نسولف ونطرح افكار، ننتقد بعض الشغلات يعني. ففي عشره، في موده، مثل ما قلت لك قبل اول يوم، الاسره الواحده اللي كل واحد قلبه على الثاني. صحيح. اذا في شيء انصحك بحب ووجهك بحب في سبيل تطلع موهبتك صح. يعني لذلك عبد العزيز، يعني كل ما تتكلم أي إنسان عنه غيرنا سمعوا أغانيه وحفظوها، أقصد اللي عاشروا وقعدوا وياه، يعني ما ينسي إنسان. وبعدين حمل هم الوطن القطري والعربي، ومن فوقه الوطن العربي والإنساني. الإنساني، نعم صحيح. ناصر، عمك الله يغفر له أيضا كان قريب جدا من عبد العزيز ناصر، وقدم حق عمك الفنان فرج عبد الكريم كثير من الأعمال. صحيح. الناجحة، من بداية واقف على بابكم وفي عطش وصدر الورق همي، كل هذه الأعمال الجميلة. شو كان يقول يعني؟ أنت شفت عبد العزيز ناصر ولا؟ طبعاً. إيه طبعاً طبعاً. أنا يعني من سنة يمكن 81 و82 وما طالع كنت أروح مع عمي دائماً في الإذاعة، ولاصق أنا طبعاً، كنت يعني عمي الله يغفر له ويغفر له عبد العزيز ناصر، يعني دائما مع بعض في الإذاعة في كل شيء.
فأنا حتى لما نزلت أول أغنية سينجل اللي رحت للإذاعة سمع الأغنية سكت ما أعطاني أي تعليق أبد. فكنت أقول له إيش رأيك في الأغنية، ما كان يرد علي. فيوم طلعت اتصل على التلفون، يعني ما خلاها حتى يعني ما كملت، يمكن ما ركبت السيارة حتى الآن. فيقول لي ما شاء الله عليك وعلى إحساسك وعلى صوتك، سامحني أنا شكلا وصوتا تذكرني بعمك الله يرحمه. نعم. قال لي يعني أنا سمعت الأغنية ما قدرت أنطق حرف، تأثر تأثير، لأنه هو كان طبعا يعني علاقته عميقة مع المرحوم فرج عبد الكريم. ف يعني قلت له طيب أنا أفكر أعيد أصدر الورق همي، ما رد علي. ثاني يوم كلمني قال لي اعملها وجيبها أسمع صوتك فيها يعني، وأعطيك ملاحظاتي بس، ولكن كان يتجنب شوفتي. كان كثير يتجنب شوفتي، يعني هدوءه، ويعني أنا حتى استغربت من هدوءه لين ما أنا يعني يعني لين ما كلمني في التليفون كان يقول لي أحسنت، وهذا اللي احنا متوقعينه منك من أسرة فنية، من أنا أشوفك فرج عبد الكريم. الله يعني الله يرحمه. اي والله يعني لا مشاعر عاليه، لا مشاعر عاليه ومؤثره وفعلا يعني عميقه. ما يعني سوالفكم حلوه ولا ودي اقطعها، بس عندنا اعلان بس نشوفه او فاصل استغفر الله العظيم ونرجع نكمل الحوار. جهز نفسك يا ابو حمد.
مو بحرام يتوقف فترة ويحرم الجمهور من هالصوت؟ والله الحين اللي وصل يا سعد قال لك من ناير يقول ما بحرام يعني تحرم الجمهور من هالصوت. الله يسلمك الله يسلمك. تسلم يا حبيبي يا نايف، الله يحفظك ويبارك فيك. والله هو مدحا وهو تساؤل فعلي بصراحة. الله يبارك فيك ويسلمك ابدا. أي. هو مو بتقصير والله مني، ولكن يعني شو اقول لك يا اخي؟ عندي سؤال. قول حبيبي. عندك الحين اعطاك اياها بالعز ناصر ما نفذت الان. هو شوف من حظي الجميل جدا يعني، ولا بتقليل من اي فنان قطري. معلش نتكلم بعد شوي عن فنانين شوي ندش في هالموضوع دي. بناصر في حياته كان يتمنى ان كل فنان قطري يغني له. صحيح. اللي سعى له وطلب منه ان يعمل له عمل، في منهم انا اعرفهم بس ما بذكر حد وانسحب يعني. صحيح. في ناس منهم طلبوا منه ان يعمل لهم، بس بناصر وايد متأني جدا جدا بشكل انت ما تتصوره. يبي لك تكون معاه مربوط مرتبط. إيه؟ مرتبط 24 ساعة لازم معنا. تكون معاه عشان اي شيء يسويه انت تسمع. فبالنسبة عن الاعمال، بدون تقليل من شأن حد، انا متشرف جدا اني انا اكبر حصيلة يعني. اول شيء اخر اعمال بناصر، اخر اعماله هي من نصيب اخوك الصغير سعد حمد. صحيح. كل الاعمال الاخيره اللي هو سواها انا لي سبع اعمال معه توتال. الاعمال كلها اللي خليتها منه كلها منفذها، بس في عملين منهم بناصر يحب اروح معه اسجل واركب. صحيح. القايد. صحيح. في القاهره كنا نسجل في القاهره ويخلينا اركب القايد هناك. اقتناع الكلي انه لازم نرجع يا قطر ونغني براحة. ففي عملين فيهم قايدات يعني غاب راح عنا، والعملين ذينا لين الحين ما خدت أنا شو اسم الأوكي عليهم، لكن هذه مهم مشكلة أنا عارف شلون أخلصهم. هو طبعا أنا حاسب السبع أعمال بالعمل اللي لك اللي هو عروس الأرض، وعمل الأستاذ حسن رشيد اللي هو أحبك موت. هاي العملين سبعة. ذكرني بعد شوي أبي العمل الحب الكبير أبي أسمعه، بس خلني الحين بس أروح حق علي المري. أيوة. علي المري لأنها أظن رقد. علي علي ما رقدت. الله يسلمك موجود. أبي أعطيك بشارة للحين يا أبو مشعل. خير. قبل الحلقة اتفقت أنا ويا الفنان الكبير سعد حمد أني أسوي معاه دويتو بقيادة المايسترو ناصر سهيم إن شاء الله. يا ساتر يعني يا ساتر. هذه بتكون مفاجأة إن شاء الله في نهاية 2019 بإذن الله. وقال والله صوتك جميل أنت عموما يعني صوتك جميل. شكرا شكرا. طبعا متأكد طبعا. هذا تشوف كل واحد يتبناه يطلع في النار. يا سلام عليك يا سلام عليك. طبعا ما بقى شيء عن نهاية السنة. مشاهدينا الكرام يعني خلال اسبوعين بيصير شيء نتمنى ان شاء الله. مشاهدينا الكرام نرجع معاكم فقرة الجميلة، فقرة المسابقات البر والبحر، وناخذ معاكم اول اتصال معانا. اصيلة مساء الخير يا اصيلة. مساء النور والعافية. يا مرحبا ومسهلا. يا سلام يا سلام على التصوير. ذكرونا بايام الليوان يا ابو مشعل. اي ذكروك. اصيله السؤال اللي تطلبينه بحر ولا بر؟ بر ان شاء الله. بر. يلا. يقول السؤال: ما هو اشهر لون لسباق لهجن السباق؟ اشهر لون لهجن السباق، الحمر ولا الزرق ولا السود؟ سباق الهجن الفصيلة اللي تركض في السباق، الحمر ولا الزرق ولا السود؟ جوالك الحمر. الحمر أكيد. الحمر. إن شاء الله. إن شاء الله. مبروك 2000 ريال يا أصيلة، تستاهلين. يلا ومعنا متسابق جديد مشاعل. أهلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا مشاعل. مساء الخير. مساء النور والسرور والأجواء الجميلة. جاهزة يا مشاعل؟ جاهزة إن شاء الله. بر ولا بحر؟ الروح بر إن شاء الله. الروح بر. اسمع السؤال إن شاء الله. يقول: منطقة اسمها مشتق من نبات الصخام وتقع جنوب غرب وادي الوسيل، ما هي؟
صخامة ولا أم الصخامة ولا صخيمية؟ الصخامة. ها؟ الصخامة. الصخامة أكيد؟ إن شاء الله. إجابة صحيحة ومبروك لـ2000 ريال يا مشاعل، عليش بألف عافية. يعافيك. ونروح المتسابق جديد. إبراهيم. أبو خليل. مساك الله بالخير. يمسك بالنور والسرور يا أبو محمد. وكل عام وأنت بخير إن شاء الله. طيب. أنت بخير وصحة وسلامة. جاهز. جاهز إن شاء الله. أول شيء سمعت قبل شوي الفنان اللي غنى؟ إي عبد العزيز ناصر. هو الملحن اللي احنا نتكلم عنه في سيرته الله يرحمه عبد العزيز ناصر، لكن الفنان سعد حمد. صحيح. طيب. الآن بسألك عن البر ولا البحر؟ إيش تبي؟ آمر. بر بإذن الله بر. والله اليوم وأمس كلكم بر. يقول لك السؤال ما هي الحقة؟ نوع من الأفخاخ ولا نوع من الطيور ولا نوع من الأشجار؟ ما هي الحقة؟ أيوة. ما هي الحقة؟ السؤال غير في الشاشة مو بالخيارات. ليش؟ الحين بتشوفه. أنا خربطت، أنا آسف. الحين بتشوفه ما هي الحقة؟ علشان اني انا ساعدتك عفوا خربطتك، بنحاول ان شاء الله نساعدك شوي. ها اي جواب؟ نوع من الافخاخ ولا نوع من الطيور ولا نوع من الاشجار؟ ساعدني ابو مشعل. ابو مشعل بيطيحك في الفخ حاسب. ابو مشعل تدخل الفيتو. ابو مشعل روح في الفخ روح. صحيح صحيح. ألف مبروك يا إبراهيم وتستاهل 2000 ريال. ها في متصل؟ إيه في. ألو أين أنتم؟ ألو علي. أيوة جابر. أنا معك أخوي علي. حيا الله جابر. حيا ودوم. كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير وصحة وسلامة. اللهم آمين. جزاك الله خير يا جابر. يا جابر متابع البرنامج الدوحة ولا لا؟ والله اليوم أول يوم. اليوم أول يوم. زين أيوة. قبل ما تنتقل الشاشة لأبو مشعل، أبو مشعل اليوم لابس لبس حلو، شنو؟ لا والله ما انتبهت والله الصراحة. طيب قدامك لابس سديري اليوم عجيب، طلبت سديري رفض يعطيني إياه. هذه هدية من الكويت. يا سلام على أهل الكويت، تحية منا لأهل الكويت. يلا يا جابر تبي سؤال بر ولا بحر؟ بر إن شاء الله. بار. يقول لك السؤال اللي أنا قبل شوي طوفته، متى أنشئت شركة قطر للغاز المسال المحدودة قطر غاز؟ هل هي 1980 1984 1987؟ والله صعبة شوي يا أخوي علي. صعبة؟ ما في مساعدة. وبوسط الطريق ونشينا عندنا أربع ضيوف إحنا اليوم صح؟ وبوسط 84 ولا 87؟ هاي صغير تغنيه وسط الطريق. 84 قرار نهائي. هل يقول وسط سكة تلاقين؟ إن شاء الله. صحيح. مبروك تستاهل يا جابر 2000 ريال. عليك بالعافية إن شاء الله. نرجع لأبو مشعل ولا تبون بعد؟ روح. نروح لأبو مشعل يلا. يعطيك العافية يا أبو محمد ما قصرت. ما قصرت يا أبو. تعال 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 شروقي. الموال. اللي عندك وينه؟ زهيرية. زهيرية موال مو بزهيرية موال. زهيرية هو موال. زهيرية موال. يلا شوفه. وجروح قلبي اقرا ولا اقرا؟ اقراها انت حبيبي. هذه يصف عاداتنا وتقاليدنا زمان يعني. هاي انت كاتبها؟ ايه من الستينات وما قبل. ايام الجيران والجماعة واللعب في السكيك ايام الاباء. هاي متى كتبت اول شيء؟ من زمان. انت تكتب زهيري؟ ها اكتب زهيري يعني. تسمعها؟ يا اسمعها. شلون بعد قايل لك انا؟ يقول صندوق ماضينا خشب ومزين الدار حلو مقفول بقفول الذهب مثله فلا دار فلا دار له من غلاطه عندنا جيمه ومقدار مقدار صندوق عادات الوفا والزين طيه طيه والشوق والشيمه ومكثور العطية مكثور العطية وثوب الحياة ضافي
ونوايانا مطيه مطيه. يا ليت ايام الذهب ترجع وتندار تندار. تقييمك لهذا الموال؟ صح جميل. صح جميل. صح جميل. جميل. احنا طبعا من يعني المنطقه العربيه ولا من اول الخليج نول. وانت رايح لشمال العراق موجود العراق وفوق بعد موجود وكل ناس لهم طريقه في 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 طرح هذا اللون من من الفن يعني. صحيح. التغروده التغروده دائما هي ثلاث ابيات والرابعه البوذيه. البوذيه بروحها البوذيه ثلاث ابيات وتختم يعني الرابعه. حد يسميه تغروده وسمي حد يسميها هذه يسمونها زهريه. هاي زهريه او سباعي. هاي سباعي. هذا عنده ترى كلمات بعد. ادريبه يا ريال ادريبه ادريبه ادريبه. ومشعل وانت مره هني في مشيرب ما مريت على شارع الكهرباء؟ شارع الكهرباء شارع عبد الله بن ثاني. شي طريلك لما تمر هني وتشوف شارع الكهرباء لما عدلوه؟ والله تذكر انا بالنسبه لي ايه؟ طبعا احنا ابناء القرى ايه؟ احنا ما ني كل يوم مثل مثل اولاد الاكابر ذيلا في العاصمه. من فيهم من فيهم كلهم 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 كله هني في شارع الكهرباء. احنا ابناء القرى في الست شهور يمكن اني مره مرتين بالكثير يعني. كاشخ هني. اوه هذه اذا جاي بالعيد اول مره. الله يطول بعمرك هنا شارع الكهرباء اول مره في حياتي اشوف طال عمرك الدياي هاي اللي تفتر في شو اسمه اول مره الشواية. يابا 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 اويلي 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 يا الله غريبه. ها غريبه اول مره. شيء ثاني هني حوالي شارع مشيرب في مطعم فول. ايه مطعم بيروت. لا مطعم شفت البنك العربي ينوب المطعم العربي في سوداني ما ادري. ايه 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 سوداني ما ادري صومالي. صح صح. ايه احنا ياهال. ايه بريال وربع احنا ياهال. ايه ايه والله يا سعد. صح والله. كلت صحن من حلاته رحت مره ثانيه بارد مره ثانيه باكل صحن لكن تميت متوتر بسبع شهور. فول وعطيت سوداني. صح سوداني. سوداني او صومالي. الحين في امريكا. شنو تبي انت الحين يبا؟ سعد سعد غني حبيبي الحب الاكبر ان شاء الله الحب الكبير. ممكن اقول طرفه بس عن الامل هذه شلون وصلني يعني والامل الوحيد عنده طرفه ممكن يقول الطرفه ممكن ليش لا خلنا نستانس. العمل دي الله يسلمك للاستاذ القدير ناصر العثمان. فناصر العثمان اقترح على المرحوم عبد العزيز ناصر انه يبي شرطه الرئيسي انه اللي يغني العمل دي لازم يكون صوته كبير وصوت له ملامح وله. ابو ناصر في ذاك الوقت مو بعارف ايش يسوي فراح اختار له اعتقد علية تونسية. صح صح صح. أيوة صح 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 صح. ايه الحب الكبير. ايوه نعم نعم. الطرفة اللي في هذه الاغنية انه شوف سبحان الله انا كنت هني ابحث عند ابو ناصر كنت ماكل مخه. ابو ناصر اغنية وطنية واحدة يعني ابي شغلة بس واحدة الحين معقب براحتك. قال والله يا سعد الحين خلنا نسوي لك على الراحة وكذي بالركادة. وغنت شو اسم المطربة هذه الله يرحمها. الله يرحمها ويغفر لها. علية تونسية. نعم مطربة. فغنت ميرة. فصار العمل من نصيبي بسبة كلمة. لا اله الا الله. اي أيوة والله هي تقول والمياديف التويلة التويلة التويلة. ايوه ما تطلع صح. ايوه اي أيوة والله. فسمعها شو اسمه ناصر العثمان. ناصر العثمان قال لا التويلة لا انا ما اكتب ما اقول التويلة احنا ما نقول التويلة هني في قطر. فشوف لي حد من هالقطر على طول. بناصر قال لي سعد يا كل خير تعال بس خلي اجربك اول اسمع صوتك في العمل. يا قطر يا قطر قول سعد سمعنا سمعني هاي حلوه هاي الاغنيه. نقول شيء من الكوبليه يا يا قطار يا قطار انتي حياتي انتي حياتي انتي في نفسي وذاتي. يا
أنت حياتي، أنت حياتي، أنت في نفسي وذاتي، أنت لي نسمة 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 جميلة، أنت أغلى أنت أغلى أغلى منياتي. شوف المشاعر جميلة جميلة جميلة، إحساس العالي الله يخليك عالي. زين أخو سعد أستاذي، إحنا بعد هني في البرنامج عندنا في مشاركات في السناب شات، فإحنا بنذكر إن في مشاركة السناب شات حق تلفزيون قطر، وجاهزين معانا إن شاء الله المشاركات الأولى المقيمين. هذا المختار الأول وهذا المختار الثاني، كل واحد مع ورقته أوراقكم عندكم أوراق طلع قلمك وورقتك يبا كل واحد قلمه وورقته، عنده مسطرة ومنغلة اسحب سيفك يا عندك خل عندك عمك مالك يحتر. يلا نشوف نشوف المشاركة الأولى يا عنتر، نشوف المشاركة الأولى. شوف بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل سمعنا صوت صوتك، سمعنا صوتك. تمضي بلادي درب الحقيقة أول جمال بعلمي وفضل اجتهادي، نرقى في نور الله آل الكمال، انتي معنى حياتي وانتي امالي اول وجود، وانتي فخري بذاتي مجدي تعالى آل الخلود. سلام ومشاري، سلام. كنا اخذ من جوك شديد الاخير والله تعبير صادق من مبين من الصوت والله يوافق ان شاء الله ينافس. حطيت درجة يبا، ما انا ادري خليه يطلع يا اخي، بقول لك يا اخي لانه موجه ومدرس للحين عنده سرعة التصليح والجزم على طول، ترى هو الوحيد اللي قلمه احمر، ترى احمر دينجر يعني خطر. نشوف المتسابق الثاني، المتسابق الثاني يلا. شوميله شوميله يما الهدى برع الحدى بشوميله، شيخ انت نوم سلابته لابته وقفته شوميله، عجيله عنجيله من صغر سن فارقن عنجيله، الصميل اللي بينت بينت صملاته عنجيله، يا ويله يا ويله اللي طمع في دارنا، يا ويله ما ينفعه بسه ولا أول حيلاته، يا ويله. أحسنت أحسنت أحسنت، العافية، أداء ممتاز، أداء ممتاز. غازي نعم سمعت الصوت، صوت صوتك لا صوته حلو، عنده خامة صوت جميلة الحقيقة، بس لو يتريث شوية ما يكون سريع في شوية يهدى شوي. يلا في غيره اللي بعده اللي بعبو. بخير وديرة العز في خير، دولة قطر تصعب على من بغاها، الله خلقنا في صدوره طوابير وضوينا تدفى العرب من سناها، حنا بخير وديرة العز في خير، دولة قطر تصعب على من بغاها، الله خلقنا في صدوره
الطوابير وضوينات تدفل العرب من سنها من دونها نرد على موت ونسير إما حياة العز ولا بلاها يا من نويت الدار بالك مخاسير عود ترى الهقوى بعيد مداها عنا بخير وديرة العز في ناصر خير. حلوة يعني ماشية بشكل برتم حلو بس تحتاج شوية تركز على التون لأن هي مع مندمجة مع الكلام أكثر من لحن الأغنية. بس التعبير عن والعفوية. أنتم عفويين. لا لا بس حلو لا بس حلو أنا قلت حلو. لا أنا قلت حلو لا ما قصر. رأيتم ما توم خلف لك. لا 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 يعني أنا أعطي رأي متواضع. عشان تطور عمرها. طبعا هذه كلمات فالح العجلان أخوي والحان المبدع. عبد الله. عبد الله المناي. نعم. بالله شيء اللي بعده. يلا. في ظلاه تميما ورع الله قطر صان كلاه بلادي من تدابير البشر حفظ الله تميما ورعى الله قطر صان كلاه بلادي من تدابير البشر أنت رمز العز فينا بعلاك نفتخر أنت فيض من عطاء أنت خير منهمر نبذل الروح فداك لا نبالي بالخطر نبذل الروح فداك لا نبالي بالخطر الله 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 جميل 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 سعد حمد والله هذه حتى يعني معنا عامل الخوف وفي بيته وقاعد يغني من وراء الشاشة يعني أنا حتى يعني تقييمي بعيد عنكم حتى الناس اللي أنت سمعتهم هذيل اللي قبل اللي شوي فيهم كذي وكذي في أصوات ممكن أنت تقول تقيمها ما ينفع التقييم عليها 100% لأن في عوامل الحين هنا قصدتهم يمكن تخيل فجأة إحنا بين يوم وليلة نسمع عن واحد فيهم طالع وفنان وما فوق وفوق متى ما برز متى ما حصل دعم متى ما حصل حد يأخذ بيده متى ما حصل حد يوقف معاه صدقني يمكن بيكون شيء ثاني هو التقييم اللي أنت تسمعه الحين حاليا في التلفزيون دي نوعا ما أنت تسمع شيء تحس يعني قاعد تستشعر نبي في حس يعني فني طبعا لكن ما تقدر قادرين الظروف اي بارك الله فيك في عامل الخوف قادرين مشاعرهم بارك الله فيك قله خبرتهم قله الخبره ايه عامل الخوف بس هذا الولد ايه هذا الرابع دي طعم غير بارك الله فيك لا جو غير الحقيقه عنده قدره اللي هو رقم 4 دي مبين عنده قدره مبين يعني هذا لو يحصل بعد دعم يا بعد استاذي استاذي حبيبي وانت عالم انها باللغه العربيه الفصحى لا اقول لك عطى طعم ثاني لون ثاني احنا ما نعرف امكانيات غير انتقال سلس بين المقامات حجازيه انتقال من طبقه الى طبقه يعني عمل لون وحوار جميل صراحه يا جميل يعني شوف اللي بعده شكرا على الاجتهاد هي انطينا اللي بعده انطينا اللي بعده الله يا عمري قطر الله يا عمري قطر وردة ونسمتك عطر وردة ونسمتك وعطر الله يا عمري قطر انتي في قلبي حبيبة وانتي من روحي قريبة انتي في قلبي حبيبة وانتي من روحي قريبة وردة ونسماتك عطر وردة ونسماتك عطر الله يا عمري قطر الله يا عمري قطر مشاري الله 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 مشاري ماذا يقول أبو مشاري؟ ماذا يقول أبو مشاري؟ لا لا أداء صحيح وما في كلام لا تنسى درجة لك يا غازي ما شاء الله كلهم يعني ما شاء الله أصواتهم زين وإسهاماتهم حلوة بس هناك تفرق يعني الدرجات يعني التمايز بينهم أنا أعتبره موسيقي وأخذ النفسية من الصوت
أنا أنا الفرق على الوصف على 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 صراحة مبدع كفاية مساهمته المشاركة جميل. أنا لازم أنوه على تغيير ترى صار اليوم. أول حلقتين كان الأول والثاني والثالث الجائزة تكون 5000 ريال. أيوة اليوم غيرنا. حلو. علشان بعد تفرق الدرجات معاكم. ما الذي حدث؟ الذي حدث الله يسلمك إن الأول 7000. جميل يا بني. والثاني 5000 يا أبتاه. جميل يا بني. والثالث. 3000. الذي بعده. حلو حلو. 3000. تقدير جميل لأن عشان يبين كل واحد يعني الأول غير الثاني والثالث. سمعنا الذي بعده يا يستاهلون يستاهلون. عموما الكل فايز الكل إن شاء الله. هلم هلم. فايز. يلا اللي بعده. يتمي ملعز كلا والزعامة يتمي ملعز كلا والزعامة يا الشموخ يا السمو يا الفخامة يتمي الطيب والعز المعتق يتمي المجد يا ذروة سنامة. عندك يا ناصر. يلا والله يعني اللي يعجبني السنة شوف مشاركات وابداعات منهم يعني الحين لحنين سمعناهم أشياء جديدة يعني تحس إن هم في 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 تلحين في اهتمام وفي يعني حابين المشاركة وقاموا يبدعون بأشياء من عندهم يعني هذا شيء جميل. فهذا هذه هواية التلحين أيضا هنقمنا نطلع بس بس يا ريتها شوي استمرت اذا يستاهل يعني التغييم يعني يستاهل في التغييم وفرق الدرجه طبعا طبعا يعني التجربه قصيره اللي اعطتنا اياها انه يقدم لحن جديد صحيح اي شيء جديد صحيح جميل. شوف اللي بعده نشوف. طيب راسك يا حمد بن خليفه ويطيب وقفاتك من أول زماننا يشهد له التاريخ بكرام ضعفا ويشهد له اللي بالمواقف حرفنا العز في راسه وفي حد سيفه والله لولا وقفتك ما وقفنا يا طيب راسك يا حمد بن خليفة ويا طيب وقفاتك من أول زمنا يشهد له التاريخ بكرام ضعفا ويشهد له اللي بالمواقف عرفنا العز في راسه وفي حد سيفه. أشهد الله الله سعد حلو حلو صوته ما شاء الله إيه حلو أدابه هي أنا صراحة سعيد والله سعيد والله والله سعيد لما نسمع ندعم الفنانين نسمع نسمع على أشياء صراحة الحين هاي الأصوات ترى هدية من عندنا لك والله تشرف والله هذا شرف منا صراحة يود شنو ذي خلينا نشوف المشاركة الأخيرة بدوي ما شاء الله وبعدين اللحن جديد لحن جديد خامة صوت حلوة أداء متمكن بعربة الموسيقية ما شاء الله واثق من نفسه يلا شباب نشوف المشاركة اللي بعدها رقم 8 واخبر الدنيا عن الوطن المكين عن صاحبي العز المؤزر والمبين عن من أتى بالمجد في عليائه أميرنا تميم نسل الأكرمين أميرنا تميم نسل الأكرمين يا سيدي يا سيدي عدنا علينا أجمعين في طوايا أمريكا للمعاني سائرين نرنو إلى الجوزاء بكل عزيمة ونعانق العليا بعزم قادرين. الله 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 صراحة برافو برافو يا عيني يا عيني يا عيني لا المنافسة صراحة لا لا خطيرة صوت جميل ما شاء الله ما شاء الله صوت الله يعطيها العافية صوت متميز صراحة موهبة نقلات سرق سعد يقول هاي فنان هذه تقريبا جاهزة والله تقريبا جاهزة
على طول عطها لحن. اعتقد ان حلوه مش واحد. اللي بعده واحده ايوه هاي بقى صوت بنت بقى ايه بنت صوت لا بنت بنت ايه عليها ايه عليها صوت ايه في ايه في ايه نقاوه وفي قوه وفي الجميع نرجع والنقلات وفق يوفق الجميع يا رب. قل لي شو اللي في خاطرك تدلل خلي غيمون ايه في يوم من الايام انا قلت عروس الارض نعم لبيه كتر لبيه يا جماعه جبت نص حق ابو العيز ناصر وهذا اعتقد انه اخر نص وطني لحنه لكنت ايه لكنت ايوه لا هو لحن عقب هذه لا لحن عنده بس هذه كان لك انت هو اخر عمل اخر عمل معنا صح وعطل عمل وكنت اتردد عليه وكان هذا الشخص موجود سعد حمد اعرفه لكن كنت اعتقد ان هذا موظف في المؤسسة أو في الفرقة لأنك أشوفها دوم هناك إيه أشوفها أيوة. فهو يعني لا أعرفه كفنان أعرفه مطرب وشاب وكذا وأعرف يعني الشباب اللي عند عبد العزيز ناصر ما مر في بالي أبدا ولا تخيلت ولا 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 إن سعد حمد غد يكون يعني ولا حتى بالإحساس كلمني عبد العزيز ناصر في يوم ألو ها ناصر قال مر علي انت ومشرف انا ومشرف الكواري الملحن صح الله يحفظ الله يمسيه بالخير الله يمسيه بالخير اخونا ان شاء الله قال سمعنا قال ايش رايكم شيء حلو ما نقدر نقول على عبد العزيز ناصر لا تقول له حلو انا مستغرب منه بادش عليك كذي عرض معليش مستغرب منه انه مشرف ما عرفني ما عرفناك فرعي عبد الكريم فرعي عبد الكريم توفى الله يرحمه صوت جديد قال لنا عرفتوه والله انا اقول لك هاي فرج عبد الكريم لكن فرج عبد الكريم توفى يا ابو ناصر انا توني كاتبه يعني متى غناها فرج عبد الكريم يعني كلها 3 شهور 4 شهور عنده حاول قال حق طبعا مشرف ملحن ويعرف سعد قال له منهم قال هاي خامه جديده انا اول مره اسمعها هذه خامه جديده اول مره اسمعها فت علينا قال هذا سعد حمد نبي نسمعها بس لا تبكيني لا ان شاء الله لا بسم الله عليك من البكي تفضلوا ان شاء الله طال عمرك تفضلوا ان شاء الله يلا معك مع مياس ان شاء الله راح يقودك لنا عوده بعدين سعد نعم. حاول الميكروفون نزل لك شوي نزله شوي قليل لك عشان يواجهك ان شاء الله والله نبي لنا شيء بعدين في تكمله لل طبعا مع المايسترو مياس ولا بس ذيله هاي خلص اعطي اياها لا يعني خلاص هذيله ولا بتصير انا شوف من الاغاني الجميله اللي غناها عبد العزيز ناصر ايضا لين يطرى علي الاول تطرالي سوالفكم الاقي نفسي تاخذني على غفله سكتكم كلمات مرزوق بشير والحان عبد العزيز ناصر وغناها ابراهيم حبيب يا ليت يا اخي حد من الشباب يعيد هذه الاغنيه لان صراحه علامه فارغه في 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 في, 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 في الاغنيه القطريه والله حتى يعني صراحه طبعا يعطي كل صوت حقه طبعا وطعمه الخاص ما يناسب ولونه اللي يناسبه طبقه صوته طعمه روحه مساعده زين هو اطول منك لنا بقيه بعدين يا جماعه انا اطول اقول لهم لا والله لا يبقى خلصنا من الاستنبات خلصنا ذيلة؟ ايه خلصنا الله يعطيهم الفرقة يعني صراحة نبي نشكر الأستاذ محمد البنا على إعادة توزيع يا قطر أنت الحياة ممتاز طلعت بشكل ايه جميل راقي محمد البنا ترى من الفنانين المجتهدين والجيد موزع جميل صراحة مخلص الرجل ولا نعم محمد البنا حقيقة عاش مع عبد العزيز ناصر صحيح بس لا تنسى أن محمد البنا أبو سعيد البنا إيه؟ أكبر ملحن من كلمة ثقافته ومتشرب بالتراث الخليجي أيوة لأن أبوه متشرب بالتراث الخليجي يعني غنى لحن لعبد الكريم وحق شاد الخليل وحق فنانين كثير كبار يعني تقول لي قصيرك أضبط له ضبطته ما شاء الله عليك ما عندي صوت يبقى بعد سويت أفع عليك هو ما عرف شو يضبطه يعني تيسير عبد الله أحسن مني راعي سبع صنايع تقول انت الحين راعي صنعتين باقي لك لا ما تلحق نكتشف الباقي لا 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 تنجح عبد الله لا ما في امل تلحقه لا ما في انزين هو على 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 ما يضبطون الصوت خلنا شوي
نشوف موضوع التقييم. تخلص أنا التقييم أنا جاهز ما في غيرهم خلاص. إذا عرضوا غيرهم بنكمل هنشوف. لا إله إلا أمس ترى كنت وايد كريم أنت في الدرجات. أنا إيه كريم سبلة والله. بس اليوم نزلنا شوي عشان أشجع الناس. والله حتى يصير عبد الله وأنت قايم قال عنده دور لك في المسلسل. هاي الصنعة الثالثة ضمناها. منو بيأديها؟ ما يكتب مسلسلات مسرحياته. إيش معنى؟ منو بيأديها؟ أنت تذكر غازي أول ما نزلت. آه يا بيروت. إيه آه يا بيروت. حق بعيد ناصر. يلا يلا جاهز. يلا ها. جاهز جاهز. كنت بغني عنه أنا. مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل بعد ما سمعنا هذه المعزوفة الجميلة من الفنان سعد حمد. نرجع لفقرة المسابقات ونستقبل اتصالاتكم على هواتف برنامجنا 4433-3444 ومعانا اتصال من قطر. منى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا منى. منى كيف الحال؟ الحمد
الحمد لله تمام. متابع البرنامج؟ لا والله أول يوم. أول يوم. عندنا نوعين من الأسئلة، بر وبحر، ايش تختارين؟ بر إن شاء الله. بر. يقول السؤال، أوكي، يقول السؤال: ما هو المقصود بكلمة الأدحى؟ صوت النسر ولا بيت النعامة ولا نوع من الطيور؟ الأدحى؟ أيوة. ها؟ عيد ال اسمه؟ يلا قولي باللغة العربية الفصحى. إيش السؤال؟ الأدحى؟ ما المقصود بكلمة الأدحى؟ هل هو صوت النسر أو بيت النعامة أو نوع من الطيور؟ يلا. الأدحى. شوفي أنت الحين عارفة الجواب ولا نختار ولا نساعد؟ ها قولي. ممكن تساعدني يعني؟ أيوة الحين تكلمي. هل هو نوع من الطيور ولا بيت النعامة؟ النوع من الطيور. يا ما يصير يا أيوة. بيت النعامة. بيت النعامة وجواب صحيح، تستاهلين 2000 ريال. إحنا ما نبغى حد يخسر معانا. يلا بالعافية إن شاء الله. أيضا اتصال جديد من حبيبة. مساء الخير يا حبيبة. مساء النور يبا. مرحبا. مرحبتين يبا. بر ولا بحر؟ بر إن شاء الله. بر. نقول أين توجد روضة أم القرضي؟ جنوب الوبرة ولا شمال الوكرة ولا فدخان؟ في الوكرة. أي لا يلا أنا قلت لا، باقي اثنين اختاري. جنوب الوبرة. صحيح، مبروك، تستاهلين 2000 ريال يا حبيبة. عليش بالعافية إن شاء الله. وأيضا عندنا كلهم عنصر نسائي ما شاء الله. نورة. السلام عليكم. عليكم السلام يا نورة، مساء الخير. مساء النور. بر ولا بحر؟ بر إن شاء الله. بار. يقول السؤال: قطعة ذهبية على شكل زهرة كانت توضع في أنف المرأة قديما للزينة، ما هي؟ زنين. صحيح. واضحة. ألف مبروك للألفين ريال، بالعافية إن شاء الله. والروح للمتصل جديد من العنصر الرجالي، مبروك جاء يا أحمد. السلام عليك. حياك الله. مساكم الله بالخير جميعا ابو محمد. يا مرحبا ومسهلا فيك، طال عمرك. سؤالك تبي من البر ولا من البحر؟ لا والله بروح مع البر ان شاء الله. بنروح مع البر ان شاء الله. طيب، هو في سؤال معروف: من هو مؤلف النشيد الوطني القطري؟ محمد بن خليفه العطيه ولا الدكتور حسن النعمه ولا الشيخ مبارك بن سيف الثاني؟ مبارك يا سلام عليك، يا سلام عليك. صحيح الجواب، وألف مبروك عليك ل2000 ريال. ها عبد الله من دولة الكويت، من وطن النهار. يعطيكم العافية. الله يعافيك يا أبو عابد، يا مرحبا. نفرح لكم والله يدوم أفراحكم إن شاء الله. الله يجعلك إن شاء الله تفرح الدنيا وآخر بإذن الله. ها أبو عابد، عندكم برد يا أبو عابد؟ يعني الحمد لله، يعني الجو حلو. لا والله الجو حلو، يعني يبي له فلوس عشان الواحد يروح يتمشى ويتقهوى ويتعشى كفايه يسمع صوتكم. طول عمرك. طول عمرك، طول عمرك. سؤالك في البر ولا في البحر؟ اللي تبيه انت. اللي تبيه، انا اللي بختار لك البحر. جزاك الله خير. يقول: من هو القلاف؟ صانع السفن ولا صانع الأشرعة ولا صانع أدوات الصيد؟ صانع السفن. يمكن. يا سلام عليك، ألف مبروك، 2000 ريال راح لدولة الكويت، عليكم بالعافية يا هل الكويت. طبعا خذنا شوي معاكم المسابقات، غيرنا شوي معاكم الأجواء، نرجع لأبو مشعل نافل المسلماني وضيوفهم الكرام. يعطيك العافية أبو محمد، ما قصرت، ومبروك للي فازوا. وبعد احنا ان شاء الله عندنا فايزين اليوم، ولكن نبي نسمع الصوت الجميل. حاضرين، هاي عشان خاطره اعيد الاغنيه لانه ما سمعها هو شوي. اي والله.
عروس الأرض نعم لبيك، عروس الأرض نعم لبيك، قطر لبيك، توهجت يا على صدر السحايب برك، توهجت يا على صدر السحايب برق، وكلك فرق سما ليلك نادي سما يا على كيفك انت عندك كاتب الكلام اغني وياه، وكلك فرق سما ليلك غنادي. الطبقه اللي عندك عاليه ما اقدر عليها. وفن الطرق في جره مواويل، وشوف العشق كل قام يغني لك، كل قام يغني لك، وشوف العشق كل قام يغني لك، كل قام يغني لك، عروس الأرض نعم لبيك، قطار لبيك. سلام سلام ان شاء الله وصلت الحين. لا شوف يعني حتى النص يا غازي يعني لما كتبت انا كان يفرق يعني، ما يعني هو خذ الكلام الاخير رفعه فوق والكلام الثاني نزله. إيه الله يقدم شيء على شيء. لا لا يقدم إيه يعني لا يعني عنده فكر يعني عنده طالب يعمله في النهايه هو اللي يحدد الطالب. انا رحمه الله عليه شغل وايد يعني الله يرحمه. شوف الملحن مو مثل المخرج، نعم. له رؤية يعني، لا رؤية لا يعني لا سقطات. اي طبعا طبعا سقطات اكيد يعني، يعني بخبرته يعرف يعني شيء اللي يقدم يعني شيء اللي اخر يعني شيء يعني ممكن يشيل حرف يحط حرف يعني شغله زين. هو اتجه يعني عقب ما اتجه للاعمال الوطنية قدم اعمال عربية، وانا اعتقد انها بصمة لعبد العزيز ناصر. صحيح. لكبار الشعراء نزار غباني، سميح الغاسم، محمود درويش، حسن نعمة. حبك يا قدس لا تسأليني لماذا، لهارون هاشم رشيد هذه. وماذا يعني كانت لما تصير الأحداث هذه الأغنية يتفاعل معها. وما ننسى طال عمرك أثناء الحرب اللبنانية، الحرب اللبنانية الأهلية بيروت. لما نزل في الثمانينات 85 يا بيروت حق نزار غباني، يا صاحبة القلب الذهب الله الله سامحينا إن جعلناك وغود وحطب. أفغانستان رائعة، أفغانستان الجوع الجوع تفاعل مع قضايا الإنسان بشكل كبير يعني. سبحان الله كل أعمال بناصر حتى اللي تيمتها مختصرة وبسيطة تحس بها فيها صدق وفيها يعني جذب بأمانة يعني. شخصيته هو شخصيته معكوسة على أعماله كلها، شخصيته طيبته أخلاقه تحس بها أنها معكوسة على أعماله، تحس العمل اللي تسمع له حتى لو جملة بسيطة يعني تدخل القلب. بعدين كان مولع بالكمنجة الله يرحمه الله يرحمه، مولع كان بالكمنجة سبحان الله يعني الله. حتى في ألحانة تحس أن الكمنجة هي الطاقية على العمل، حسيتوها هذه هاي طبعا. في بداياته كانت نعم صح صح, صح. يعني صح. لانه عازف كمانجة من, نعم. من 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 الطراز من الطراز من الطراز الاول صحيح. انت ما اشتغلت وياهم كورال طبعا اصلا انا ما دشيت فيها. لا 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 صدق والله والله بس شاركت في بعض الاغاني مثل لما سعدون جابر زار قطر والشباب القطريين اللي وراه الكورس كانوا ما يبون ما يردون مثل ما يبيه هو. ايوه فمريت انا الاستوديو كذي ولا اقول لهم قولوا كذي سوي كذي لا سوي تدري دش وياهم وياهم دشيت وياهم. لا انت مطرب فنان. نعم لا والله مطرب بصراحه سعد والله مطرب كبير ان شاء الله.
ومشاري سم. عبد العزيز، انت كموسيقي ومهتم بالتراث، هل تشوف ان عبد العزيز كان له دور كبير في تأصيل التراث؟ يعني عبد العزيز اول اغنيه طلعت للقرنقعو في 67 68 تقريبا، هل تشعر انه فعلا حافظ على هذا التراث و... طبعا هو تك على الهويه القطريه، تقدر تقول هو عباره عن باب انفتح على من عندنا في قطر على الاغاني التراثيه والشعبيه، فتح الى برا الى الخارج، يعني باب يعتبر يعني يعتبر من الذكاء ثبتها. يعتبر من الذكاء الحيبيه العايده ام الحناية. نعم 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 لا بعد عملها كما هي كما لا أغنية يا أخي تمطر على الريان واللي حواليها. يعتبر ذكاء أبو مشعل لما أنت تأخذ أشياء من التراث لين اليوم مخلدة كما هي طبعاً. مرت على الأجيال كلها طبعاً شوفوا هو شذب وعدل وسوى خذ من الأصالة هذا هاي هو الشيء تراث حافظ هذا شيء مميزة من يوم هو صغير سمعني واقف على بابكم سمعني يا مصر والآن ومسير ما سمعنا صوتك لنا ثلاثة أيام وياك بس شاء الله تامر واقف على بابكم والآن ومسير أسأل عن اللي سأل محبوبي الصغير يومين مروا علي سنتين لو أكثر ما قدرت يا منيتي عن شوفتك أصمت كمل هذا النصيب طالبك هذا النصيب انكتب أحبنا صغير يحبني لكن هلا يخاف لا يدر الله يا هوى تاليك شفت ما حد درى بقصتي والحين كل الناس العرب واقف وعلى بابكم ولا حبيبي كمل اسأل عن اللي سأل محبوبي الصغير خليتني يا هوى وقف على البيبان من حرة في الحشا من كثرة الأشجان فضحتني يا هوى تليك شافت الراس ما حد درى قصتي والحين عطى 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 والله لا 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 كمل ناصر لا كمل ناصر غمض وتخيل يا حبيبي عليك شفت الله يحفظ عليك يا سلام ما حد درى قصتي والحين كل الناس واقف ولا قد اكتشفنا فنانين ومطربين هذه الليلة إن شاء الله ناصر أنا بليغ حمدي ماذا فعلت بينا يا ابن حلسة أنت ما اكتشفت أنت لقيت جواهر الله يسلمك والله يستاهل عبد العزيز هذه والله إن عبد العزيز يستاهل هذه الاحتفالية يعني صراحة عبد العزيز ناصر لو نقدم عن شو أقول لك آلاف الحلقات مئات الحلقات ما نوفي حقها كل أغنية حقيقة تحتاج لها برنامج عمر خلنا ننوه إن شاء الله ناصر بتكون له حلقة خاصة إن شاء الله وإن شاء الله بيمتعنا بصوته ذكرتي بعمك لو أغمض يمكن أقول له أنا أقول له لو أغمض أتخيل نفره يحذاي ما شاء الله الصوت أول ما شاء الله الله يحفظه الله يبارك فيه ويعطيه الصحة الله يحفظه إنزين ينطرون اللي شاركوا في مسابقة السناب عندك وبنشوف إن شاء الله اللي فازوا عطيتهم
خلاص احنا طلعنا النتائج. طلعتهم خلاص؟ ايه. المركز الثالث بيكون ان شاء الله رقم 4. نشوف رقم 4. نسمع 4. يظلاه تميما ورع الله قطر صان كلاه بلادي من تدابير البشر حفظ الله تميما ورعى الله قطر صان كلاه بلادي من تدابير البشر أنت رمز العز فينا بعلاك نفتخر أنت فيض من عطاء أنت خير منهمر نبذل الروح فداك لا نبالي بالخطر نبذل الروح فداك لا نبالي بالخطر. الله الله مبروك مبروك الفايز الأول رقم 4 صح؟ رقم 4 7000 متفقين عليه؟ لا 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 الميزانية عندي الميزانية عندي هاي 3000 استغفر الله العظيم 3000 قولوا لي الثالث ما قلت لي الثالث ثالث انزين متفقين عليه خذ انتوا علي متفقين انزين نروح للفايز بالمركز الثاني وهو المشترك رقم 7 هل بياخذ 5000 صح؟ ايه هاي 5000 يا حمد بن خليفة ويطيب وقفاتك من أول زماننا يشهد له التاريخ بكرام ضعفة ويشهد له اللي بالمواقف حرفنا العز في راسه وفي حد سيفه والله لولا وقفتك ما وقفنا يا طيب راسك يا حمد بن خليفة ويا طيب وقفاتك من أول زمننا يشهد له التاريخ بكرام ضعفة ويشهد له اللي بالمواقف عرفنا العز في رأسه وفي حد سيفه الله عليك يستاهل وهذا المركز الثاني يستاهل حمد بن خليفة الشيخ حمد بن خليفة يستاهل المركز الثاني 5000 ريال والآن إلى المركز الأول ونشوف المتألق هذا بيكون رقم 8 أخبر الدنيا عن الوطن المكين عن صاحب العز المؤزر والمبين عن من أتى بالمجد في عليائه أمرنا تميما نسل الأكرمين أمرنا تميما نسل الأكرمين يا سيدي يا سيدي عدنا علينا أجمعين في طوايا أمريكا للمعاني سائرين نرنو إلى الجوزاء بكل عزيمة ونعانق العليا بعزم قادرين روعة روعة مبروك مبروك هذه نجمة جاهزة هذه نجمة جاهزة يعني أنا أعتقد يعني لو محطات تلفزيونية تركز على مثل هذه الإذاعات تركز على مثل هذه المواهب والمراكز الأكاديمية أيضا ركز على مثل هذه المواهب تهيئ لي ان احنا بتطلع عندنا اكيد يعني شوف تطلع عندنا اصوات جميله مميزه صحيح. احنا نتمنى حقيقه نشوف مسابقات طبعا احنا اليوم محتاجين العازف محتاجين الصوت محتاجين الشاعر محتاجين الممثل محتاجين ايضا الملحن نعم. اليوم احنا محتاجين كاتب الاغنيه صحيح لان احنا نفتقر الى كتاب اغنيه احنا اليوم أكثر الأغاني كلها ما يبون مذيع بعد شعر والمذيعين أيضا ومذيعين طبعا أصوات إحنا عندنا فقر في هذه ايه المواهب يعني إحنا محتاجين المذيع الكل مواهب موجودة بس يبون الفرصة أي
بس يعني لازم تكون هناك برامج تاح الفرصه لهم الجراه والبرامج البرامج وانا اتهيأ لي يعني اتمنى ان تكون هناك برامج على مستوى وزاره التربيه والتعليم في المدارس من خلال برامج تعد زين وتكون في لجان تحكيم وكذا وتطلع اصوات تطلع بيطلع لك المطرب المواهب كلها تطلع لك واليوم المذيع. المؤسسه ابو مشعل فاتحه الابواب ترى احنا نفتقد اذا نعم. الشعر القنائي نعم. الاغنيه يعني مو ما اقصد القصيده العموديه قصيدة الغنائية المؤسسة القطرية للإعلام عبر تلفزيون قطر الإذاعة صوت صحيح الخليج صحيح فاتحين الباب ويبيله بعد نفس الشيء نفس ما احنا نوفر الفرصة نفس الشيء الطرف الآخر لازم يسعى صحيح لازم يسأل لازم يبادر صحيح بس لما تكون هناك في أيضا برامج سواء يعني برامج على مستوى المدارس برامج على مستوى التلفزيون على مستوى الإذاعة مستوى كذا الجامعات اليوم اليوم كم جامعة عندك في قطر يكون في نشاط مسرحي للجامعة نشاط مسرحي للمدارس وبعد لا لا يعني أنت لما تقدم برنامج من خلال تلفزيون أو من خلال إذاعة أو يعني حتى الجماهير تجذب جماهيرية طبعا أنت من خلال النشاط تصير في ترابط أيوة جماهيري مع أصحاب المواهب لما نعم في المناسبة نعم يعني 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 ناخذ مثلا نموذج عبد العزيز ناصر زين كان باب مفتوح لكل المواهب لذلك يعني دعمهم ووقف وياهم وراح وياهم وقدم مثل فرق نعم علي عبد الستار من هو ناصر صالح محمد رشيد محمد الشاعي محمد جولو يعني كثير قد ما استطاع حاول يلم من هذه الأصوات وش قال من خلال المراقبة قال قبل شوي في السوالف سعد إنه يعني مر فترة زمنية لحد ما أقر بأن يغني صح يعتمد يعني نعم وهذه نعم هاي شغلة مهمة أي والله جدا مع أنه هو يسمعني يعني من البداية يسمعني زين إيه ويسمع صوتي ملامح صوتي أبعاد كل شيء كان واضح عند الموضوع بس عشان هو يلحن لي إيه هو عنده شكل معين هل هذه أنا بقدر بيقدر يبرز أعمالي أنا لو بسوي شغلة يعني عفوا أنا أيوة ما أقصد ذي بس أنا أقصد هو أو المراقبة وغيره من الـ 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 الإخوان قناة يمر منها صاحب الموهبة نعم حتى نعم يعتمد نعم أحسنت مو أحسنت بس يعني أنت عشان تطلع لازم تثبت موهبتك خلال ناس شو تقول رباب قدرة على التقييم شو تقول رباب حاسب الوقت حاسبني قبل لا يسرقني الوقت خلينا نسمع شيء نبي أغنية أخيرة نختم فيها قبل نروح حق الأغنية نعم 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 خلنا نذكر من اللي فازوا بس ما عليك أمر رقم 8 7000 رقم 7 5000 ورقم 4 3000 وأرقام المشاركة معنا هي 4433 4444 عشان تشاركون في مسابقة بر وبحر وبكرة إن شاء الله مستمرة مسابقة السناب شات على سناب شات تلفزيون قطر اللي هو قطر تلفزيون ضيفونا وطرشوا نعم بيض الله ويهديك عندك سعد الله يسلمك والله انتم اللي ما قصرتوا تفضل طول عمرك على الستيج انتظرك ان شاء الله نختم ان شاء الله الاغنيه من عندك كلمه اخيره انا سعيد جدا بهذا اللقاء بصراحه الممتع جدا 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 يعني انا فاقد يعني من زمان مثل هاللقاء اللمه هذه وفي حب قطر ويعني وايد 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 سعيد اني اليوم التقيت بكم انتم اول شيء واني قدرت على الاقل اعبر واقول شيء حق بلادي ولو الله يسعدك اي والله تستحق اكثر من كذي قطر تستحق اكثر من كذي يمكن انا ما قلت الا الشيء البسيط لكن هذا تعبيري المتواضع والله اي والله فسامحوني على القصور سامحوني على القصور طال عمرك ما بقصر الله يسلمك المايسترو يترياك هذا تقصد يترياك ينتظرك انه بانتظارك الله يسلمك ورحم الله والديك والديك واكتشفني فيك ليله موهبتين بخير شاعر ومؤدي تغني صوت صوت حزين لا احنا جايبينك امس يعني موسيقي استاذ ما غني انا مربي فاضل مربي فاضل موجه وزاره التربيه والتعليم يكتبون فنان ويكتبون ملحن الجماعه هنا اي مالي تبي استاذ سعد استاذ سعد الاكاديمي استاذ سعد اعتمد نايف مخفي اعضاء نايف بعد نايف عندي نايف ناصر بيض الله وجهك بيض الله وجهك وجهك ابيض عليك زوج
أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الدوحة، على أمل أن نتواصل معكم إن شاء الله بكرة بنفس الوقت من مشير بقلب الدوحة. ونروح عندنا عمري قطر لرج قطر نشتاق ونعود.